للمزيد تنضم إلينا من موسكو مراسلتنا أريج محمد. أريج، إذن مع إعلان روسيا سيطرتها على نصف باخموت وربما حتى التصريحات اللي أفت فيها شويغو إلى أن هذا ربما سيفتح المجالات نحو مزيد من التوسيع في هذه العملية ونحو مزيد من التدخل أو إلى العمق الأوكراني كما أشار إلى ذلك شويغو، ربما هذا يحملنا إلى ما كنا نتحدث عنه أمس أريج في تحذيرات رئيس مجموعة فاغنر في تأثير أو انعكاسات ذلك على السيطرة على باخموت في حال السيطرة أو إحكام السيطرة عليها. ما هو الخطاب أو التحليلات الرائجة حاليا في تفاعل مع هذا التطور ومع اقتراب القوات الروسية إحكام سيطرتها على هذه المدينة؟ إيمان، في الحقيقة موقف ربما بات أكثر وضوحا لوزارة الدفاع الروسية ولا سيما وزير الدفاع سيرجي شويغو في ظل الانتقادات السابقة التي كان قد وجهها مؤسس شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين، وهو ما كان متوقعا من قبل العديد من المراقبين هنا في موسكو فيما يتعلق بتصعيد وتيرة هذه الخلافات من قبل شركة فاغنر. يجب كان على وزارة الدفاع الروسية في ضوء هذه الاتهامات كانت أن تتعامل معها، وهو ربما ما جاء جوابه في جزء منه من خلال التصريحات التي استمعنا إليها من شويغو، بالإضافة إلى التحركات التي أجراها وزير الدفاع الروسي خلال الأيام الفائتة ووضعها البعض أيضا من الخبراء العسكريين في خانة الاستجابة إلى الانتقادات أو بعض الانتقادات التي وجهها بريغوجين، رغم أن قسما آخر طبعا رأى فيها بوادر خلافات أو مظاهر خلاف واضح بين الشركة العسكرية الخاصة التي لا تعترف بها رسميا الجهات الرسمية الحكومية في روسيا كجهة عسكرية رسمية ومنظومة العسكرية الرسمية للبلاد. على أي حال، على ما يبدو هناك توجه للتعامل مع سواء كان مع الوضع الميداني وطبعا مخاطره وعواقبه وتبعاته أو فيما يتعلق بهذه الخلافات التي تحدث عنها بريغوجين في وقت سابق، خصوصا أن شويغو يشرح من خلال تصريحاته الأخيرة أهمية باخموت وأهمية أرتيومفسك. من المعروف أن مقاتلي فاغنر هم يشكلون أغلبية الأيادي التي تقاتل في تلك المنطقة الجانب الأوكراني. هو يبرز طبعا أهمية المنطقة بالنسبة للجانب الروسي من خلال كونها تشكل مدخلا كما يقول إلى عمق الدفاع الأوكراني، بالإضافة إلى كونها عقدة مواصلات مهمة تحصل من خلالها القوات الأوكرانية ليس فقط في باخموت وإنما أيضا في المناطق الاستراتيجية المحيطة بها طبعا على إمدادات عسكرية من بينها المساعدة العسكرية التي دائما يتهم الكرملين والجانب الروسي بالإغداق بها، وطبعا يعني كونها تتوارد على الجانب الأوكراني بشكل غير مسبوق وما يطيل في أمد العمليات الروسية وأمد الأزمة. نعم، شكرا جزيلا لك يا أريج محمد مراسلتنا من موسكو على كل هذه المعلومات.